يا خيالي صف جن حالك بجو صفا فوق روض من صفاته ومن ماريته عن عيون مقرنسين الهواجس في خفا شرد لا مرة بقلب ميت أحيته. أعطني ما طاه يوسف لأبوه بجيته. شقردي يا مرحبا أبو خالد، يا هلا بشاعرنا الشاعر صالح عياد، يا مرحبا. عاشوا والله عاشوا. أبو عياد نبي بيتين مهن بواجد، وسويت لي دله بها الهيل مزبور برية من سوق صنع جلبها، ودله بها عويدي على الكيف محكور يبري عمس فنجالها من شربها. هذا ابو علي الحميدان طبعا ما يحتاج خضر، هو اللي يضبط خضرته وجهزها مره. لكن ابو امس اني شفت فيه شيء، ما ادري هو خوخ ولا وشو، الاسود طماط اسود خربان. لا هذا كذا لونه، هو لونه كذا. سبحان الله، طلع واحده شوف، طلع واحده الله لا يهينك. لون الطماط لونه اسود، كذا خلقته الله رحمه. سبحان الله. اي فيه برتقالي. لكن هذا ابو علي هذا مهجن ولا وش طريقته؟ ليش كيف صار اسود؟ مهجن؟ لا مهجن. اي عشان كذا. تمام الله يعافيك. وما شاء الله تو نقول ليت في دبابات بحريه وهذا لهم جابوها ما شاء الله. والله يا جماعه انه بحر 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 ما شاء الله. قبل شوي لقيت عندك قهوه واعطانا بيتين على القهوه، هل لقيناك عند الضاح وعند الطبخ ابو علي الحميدان؟ ما شاء الله ما تسمع على طق السكين. نبي بيتين عن الطبخ على السريع. اقول يا ابو سند، يا ابو سند يا القرم يا راعي الكيف، ما شفت ابو علي وهو يضبط الطبخ؟ كفو ابو علي. والضاح جنبه والنعم فني وشيف اغليه والله، واحسب حسبه الاخ. عشت تستاهل. الله صح لسانك، بيض الله وجهك، الله لا يضرك، اذكر الله ما شاء الله تبارك الله. عشت ابو محمد والضاح، بيض الله وجهك. هذا ابو محمد ما شاء الله على موتره الطبخ، وهذا شقردي ما شاء الله على موتره القهوه. تقول ربيع الشمال وربيع الحفر غير. هالحين انا بسالك، شقره وشقر ودياركم اللي هنا مربعه وفيها ونبتها نفل ولا لا؟ اي والله نفل وحر، ونبت الشمال نفل نفس الشيء. لكن وش فرق؟ ليش يعني ملكم تتركون الفياض اللي هنا وتروحون لفياض الشمال؟ الحب العشق. يعني الشمال فياض الشمال غير. شوف الشمال لو تبي ادق زلف من شقر العرعه سلام ما اقف. يا سلام سبحان الله، معطيني الله حب هالشمال. أكثر شيء يعجبك في الشمال؟ أكثر ديرة بدون تحيز يعني لأهلها ولا كتضاريس وكربيع، أكثر ديرة وقرية تعجبك الريف اللي حولها؟ من سامودة. أيوة إلين سلام يا رفحة، بدون رفحة سلام. على عقارب الله، على الحدقة وعلى الحجرة هذه كلها، على لا لا الله عوج دينا الله. عز الله انك على المود يا ابو محمد، يبي لنا سجة يمها. قريب يا شيخ. الله امير يحييك وبرك الساعات. يا سلام الله المال فالضيوف من لفا عدنا وانغصت. روضة اللغف، بحيرة روضة اللغف يسمى، تابع لمحافظة الشماسية قرب النبقية، يصب فيها عدة شعاب من ضمنها أبو نخلة، النبقي، الملات، المستوي. السنة هذه لأول مرة تمتلي بهذا الحجم، تصل مناطق ودخلت بالنفود ثويرات، محيطها 22 كيلو، مساحتها 12 كيلو مربع. يمكث الماء فيها عادة إذا وصلت إلى الحدود حوالي 4 شهور إلى 5 شهور. والهواجر صيتهم نابهم ما قد غفا الكرم والجود بيده. ما شاء الله ما شاء الله يا جماعة، متى اجتمع بر وبحر ودبابات، بر ودبابات بحر. اليوم يوم تاريخي، هالسنة سنة خير ما شاء الله، اللهم لك الحمد. حيي ناره ميته. يا خيالي
فاته ومن ماريته عن عيون مقرمسين الهواجس في خفاه شرد لا مراته. دكتور خالد الزعاق الله يحييك، شرفنا فيك في كشتة السنيدي. عندي استفسار يا دكتور، حفر باطن من طلعنا على الدنيا وعلى كلام الشيبان انه اكثر من 40 سنة ما مر علينا ما مثل اللي جانا السنة هذه، تعليقك على الاجواء اللي جتنا وهالامطار اللي نزلت على حفر باطن بالذات وباقي مناطق المملكة؟ الأمطار بالمناسبة جميع الأمطار التي سقطت علينا أمطار طبيعية ولم تخرج عن حيز أو مضمار الأمطار الغريبة، لا هي أمطار متواتية وتأتينا كل 11 سنة مرة واحدة. الأمطار تنقسم إلى قسمين، أمطار عامة على جميع أنحاء المملكة وأمطار خاصة على منطقة دون ثانية. الأمطار الخاصة تحدث في كل سنة، يعني هالمنطقة مثلا السنة هذه حصلت على الشمالية، السنة الثانية تنتقل إلى السنة إلى المنطقة الوسطى وهكذا. أما الأمطار العامة التي تعم جل مناطق السعودية فهي لا تتأتى أو لا تعاود سيرتها الأولى كما بدأت لك ال 11 سنة مرة واحدة. ذكره الكل معلول شفا لا إله إلا الله أشهد بوحدانيته والختام أزكى صلاته لروح المصطفى وله صحبه ومن سار حسب وصيته. يا خيالي صف جن حالك بجو ابو فهد صب لنا تكفى. والله حاضر يا جاز المطوع، والله انك متحضرنا جاز المطوع ما شاء الله. طيب ابو فهد عطى الناس شوي على النور شوي جاز المطوع ما شاء الله، وراك متحضر حاط بدغدغك الله يسعدك ابو فهد، ابو فهد الشمري الله يطول عمرك. ما شاء الله ما شاء الله، وهذه فعاليات العشاء وقضينا من فعالياتنا خلاص الحين بيحصل له تكوتنا على هالجميرات. هذا اخر بريق نبيه خدر ويغسل هالدسوم اللي على تبودنا. هذا الغضاء رويال ما شاء الله. هنا من فعاليتنا اليوم، وهذا احنا بنحط فراشنا، هذه خيمة المبيت بسم الله الشتوية ابدا اقل من ثانية قضت فك الطقاق، وهذا الثاني والله يوم يجي له نومه ما بعده بهالبر ما شاء الله ما شاء الله. شوف ما شاء الله، هذه خيمة المبيت الشتوية من أفضل الخيام، جميلة جدا صراحة. هذا نجهزه بكرة بس نطق القداح جاهز نتوضى بهالفجر.